طيب نروح بقى للملف الأبرز وامبارح اللقطة اللي كانت حديث العالم، محمد صلاح. نتكلم هنا عن يعني شخصية مش عارف الواحد يوصفها بإيه بصراحة، لكن امبارح اللي احنا شفناه، ومش امبارح بس، على طول احنا بنشوف يعني نجم كبير جدا وبنفتخر بيه كمصريين، لكن المباراة امبارح كمان والجول اللي هو عمله حاجة فيها كده تألق، فيها نضج لو احنا ممكن كمان نوصفه. يعني بجد محمد صلاح بقى أسطورة مصرية عربية إفريقية بكل ما يحمله يعني المعنى أو الكلام من معنى. وامبارح كان كمان ليفربول بيلعب أمام واتفورد، وصلاح والفريق ورفاقه فازوا بخماسيه كانت نظيفه، وماتش بقى عارف تستمتع وانت بتتفرج بصراحه، يعني في استمتاع، كوره حلوه قوي. لو هنتكلم كمان عن الاداء، لا الاداء اكثر من رائع، مباراه كان فيها تاكتيك عالي جدا، مهارات بصراحه غير عاديه، يعني زي ما بنقول كده كان في لعب بالمزاج. صلاح صنع اهداف وسجل هدف زي ما حضراتكم تابعتوا امبارح، والحقيقه الهدف ده مش مجرد بنتكلم ان هو هدف، لا يعني في بجد او حقق بيه عده احصائيات مميزه، منها ان هي انه او هو تساوى مع دروجبا هنا بنتكلم برصيد 104 هدف في البريميوم ليج. كمان الهدف ده مخلي صلاح ماشي كده زي ما بيتقال في طريقه نحو تصدر قائمه الهدافين برصيد، هنا بنتكلم 7 اهداف، لجانب ان هو كمان سجل في 6 مباريات متتاليه في الدوري، بنتكلم في 8 مباريات متتاليه في مختلف المسابقات. فيعني صلاح مسجل حتى الان مع الريدز كده تحديدا 10 اهداف وحوالي بالارقام 200 هدف خلال مشواره الاحترافي كاملا، حاجه يعني محترمه جدا 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 بجد، الواحد مش عارف يقول ايه. بس اللي قال كتير بقى هي الصحافه والسوشيال ميديا وغيره وغيره، يعني لو هقرا مع حضراتكم كده برضو لان الواحد لازم يفرح، ما هو الحاجات دي كلها بتفرحنا احنا شخصيا. خليني اقول لحضراتكم كده مثلا، يعني بيقول لك تغنت الصحف العالميه اليوم السبت اللي هو بالامس يعني بهدف الملك المصري محمد صلاح. خلينا نبدا بيه مثلا الديلي ميل، شوفوا حضراتكم كانت بتقول ايه او المانشيت. بيقول محمد صلاح تحول إلى ميسي، سرق النظر بهدفه الفردي المذهل وجعل النقاد والمشجعين يتغنون بتسديداته. وكمان ممكن نروح للسان، برضو السان كان بيتكلم بيقول لك الملك المصري سجل هدفا منفردا مذهلا في واتفورد، والجماهير بتشيد بمهاجم ليفربول أفضل لاعب في العالم. فيعني وغيره وغيره. عايز اقول لحضراتكم مثلا من اكسبريس كان زي ما شفتوا دلوقتي محمد صلاح ليبل بيست ان ذا ووردز افتر ستانينج واتفورد سولو جول فور ليفربول، يعني حاجه محترمه جدا. كان في برضو حاجه من الجارديان بتهيألي اهو، برضو العنوان بيقول هي از ذا بيست كلوب هيل صلاح از ذا ووردز بريمير بلاير، اللاعب الاول في العالم. فبجد كلنا فرحانين بيك يا مو صلاح، حاجة محترمة جدا. وده غير بقى السوشيال ميديا وغيره وغيره من الصحف مش بس الإنجليزية اللي تحدثت عن يعني صلاح.